السلام عليكم ورحمة الله، متابعين قناة حراء أهلا ومرحبا بيكم حبايبي. النهاردة في تجربة جديدة، النهاردة حبايبي هوضح لكم أثر السودا أو أضرارها على الكالسيوم اللي هو الأسنان والعظام. طبعا احنا عارفين إن الكالسيوم بيدخل بنسبة كبيرة قوي بتتكون منه الأسنان والعظام. طيب احنا السودا دي ممكن تأثر علينا إزاي؟ ممكن هتعمل إيه في الكالسيوم؟ هتعمل إيه في الأسنان؟ دلوقتي التجربة بتاعتي أول حاجة عندي سودا اللي هي كوكاكولا، تاني حاجة عندي ماء، تالت حاجة عندي ورق فويل، وبعد كده بيضة. اول حاجه هبدا اعملها هاخد البيضه احطها في الكوب الزجاجي بتاعي، وبعد كده هحط عليها البيض. هخليه يغمرها يعني يغطيها كله، بعد كده هبدا اغطيها بورق الفويل بتاعي. هغطيها كويس بحيث ان هي تكون محكمه. وهبدا اسيبها مش مده اقل من 24 ساعه، يعني عايزه اسيبها 24 ساعه او اكتر، وبعد كده هنشوف تاثيرها، تاثير السودا على البيضه هتعمل ايه. طيب حبيبي انا دلوقتي سبتها 24 ساعه او اكتر، دلوقتي هبدا اشوف تاثير السودا او البيرسي بتاعي على البيضه بتاعتي. احنا عارفين ان البيضه بتتكون من ايه؟ من الكالسيوم صح؟ واحنا اسناننا بتتكون من ايه؟ بتتكون من الكالسيوم. طب تعالوا كده نشوف. بصوا حبايبي، بصوا ايه اللي حصل معايا. شايفين؟ شايفين الاسود ده؟ الاسود ده نفس اللي بيحصل لسنانا بالظبط. القش بتاع البيضه بيتكون من الكالسيوم، وانا سناني بتتكون من الكالسيوم. السودا بدات ان هي القشه بتاعت البيضه الخارجيه بدات ان هي تتكون زي التسوس، بدات ان هي تاثر على البنيه الخارجيه او القشه الخارجيه للبيضه اللي هي بتتكون اصلا من الكالسيوم. شايفين التشققات دي؟ التشققات دي نفس فكره تسوس الاسنان بتاعي. شايفين الفكره عامله ازاي؟ شايفين البيضه بقى لونها عامل ازاي؟ ده لمجرد 24 ساعة بس. طيب احنا بنقدر بنشرب الحاجات دي قد ايه؟ بنشربها لمدة طويلة قوي، يعني احنا ممكن نكون مش بنستخدم الصودا او بنشربها عشان تدينا طاقة او علشان مثلا يعتبر مشروب سكري، فاحنا لازم ان احنا نبدلها بحاجة تانية. ليه نبدلها بحاجة تانية؟ لان هي بتأثر على العظام وبتأثر على الاسنان، وان احنا عارفين ان الكالسيوم بيبقى مهم جدا للجسم، فاحنا ما نقدرش يعني نستبدل الكالسيوم ده بحاجة تانية، فلازم نستبدل المشروبات دي عشان ما تأثرش على صحتنا. وكمان لازم تكون الامهات عارفه حاجه زي دي، ان الاضرار دي بتكون بنسبه كبيره قوي على الاطفال الاقل من 12 سنه، فاحنا لازم نكون عارفين حاجه زي دي. فانا هستناكم تعملوا معايا التجربه دي، التجربه كلها من ادوات بسيطه موجوده عندنا في البيت، وتقولي لي ايه اللي حصل، وتقولي لي التاثير بتاعها حصل ازاي على الاسنان وعلى البيضه، وتاثيرها على الاسنان وتاثيرها على العظام هيكون عامل ازاي. شكرا.